السلام عليكم البنات، واش راكم؟ صافا؟ لاباس؟ صحه؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم ام انفال من قناه الطبخ وحلويات جزائريه في اسبانيا. وليت لكم خياتي اليوم بهذا الفيديو اللي حبيت نشارك فيه معكم بعض المشتريات اللي شريتهم من شهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي، واش ما تمنيتوا في حياتكم ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا هنايا راني نوريكم في الكوصص اللي نشروهم من الصوالح كما نقولوا، نشروهم من عند البوشي. البوشي هو القزار بالمغربيه نقولوا قزار، وبالجزائريه حنا نقولوا البوشي. علاش بازيت لكم اليوم على البوشي؟ باسكو البوشي هو البلاصه اللي زعما نتوجهوا لها بزاف رمضان، تلقاي كاع الناس. وانا هنايا كاين البوشي، ماشي ما كاش كاين قزار لهنايا، كاين واحد ثلاثه ولا من هاد الجوية. امي انا هذا القزار هذا ملي جيت هنا اسبانيا حنا نشكو عليه، نقضوا عليه صوالح ملاح، عنده كلشي نقي منا صافي. طقيت روحي في رمضان تسيبي الغاشي بزاف، الغاشي رمضان وقت ما راح تسيبي الغاشي وبوكو بليس الرجال تسيبي بزاف. وهذه بلا من كورونا، ملي ولات كورونا ديجا دو ناتور بلا من رمضان نهار من طرف انتردي باش يدخلوا ماس دي تريس بيرسوناس تما، زعما اكثر من ثلاث عباد ما يدخلوش في الحانوت، الاخرين يبقاو كاع برا خطرات الشتاء خطرات البرد. الوغ لا مع رمضان الناس صايمه، ديجا العام اللي فات صرا بزاف الفتان صافي. انا باش نيفيتي كاع هاد الشيء هذا قضيت شويه زعما ماسو مينوس قيس 10 ايام ولا في الاول، ومن بعد يبداو ينقصوا شويه الغاشي. ولا زعما انا كل ما يبقى لي القضيه نشوف بلي الحاجه راهي قريب تخلص، ماشي خلاص قريب تخلص، نروح انا ولا راجلي ولا نبعثو زعما نشري، ماشي حتى تخلص لي ديك الحاجه ونكون مضطر عليها نروح ندير لافيلا بالغاشي. واحد مقلق واحد صافي باش نيفيتي كاع هاد الشيء هذا. شريت هاد الشيء هذا اللي راه قدامكم كونجلي كينو باسانادا، ما راح يصرى حتى شيء، ما راح يصرى والو للماكله. تكونجليها مره الاولى ومن بعد تستعمليها ما راح يصراك والو. كما شفتوا خياتي وريت لكم اللحم اللي شريتو، لا فيوندا شي لحم تاع الشريبه والدجاج الشيء اللي زعما نستعملهم، الطوماطي شربت شفتو الطماطم تاع لي بواط هذه، لي زيبيس لي خاصني باسكو عندي شي في الدار، الفلفل العكري، الكركم هذا الكركم والزنجبيل. راكم تشوفوا خياتي ندو افكار من بعضنا بعض، هما جينيرالمون لاسكوساس تاع رمضان باينين اللي نشروهم كثره، لي زيبيس الحشاوش هكذايا، القصبر هذا شوفوا الربطه قدها بالقد ما شاء الله تشهي. قصبر النعناع، انا النعناع ما نديروش بزاف في الشوربه، مي لاتاي ولا مع الحشيه هبط الماكله مليح. هادو هما ما كثرتش كما راكم تشوفوا زعما الصوالح اللي نسحقهم نسحقهم زعما فريمون صوالح تاع السوبيرات، اي وقت نروح نلقى ما كاش الغاشي ومعمره السوبيرات هنايا برك القزار باش نيفيتي المشكل تاع لاشين والمشكل تاع الغاشي اللي زعما جبت هكذا درت هادو. وهنايا هاد الصوالح نوريكم تاع لي غاطو، راكم على بالكم نخدم غاطو في رمضان بزاف، قلب اللوز بقلاوه و سيريات مقروط صافي نسحق هادو. الزبده راني وريت لكم تاع لي دل خالتي اللي نشريها انايا، انا ما جايبه الزوج برك، انا وريت لكم زوج نجيبها بزاف هكذا. والتمر هذا الغرس يعني مليح روعه طري هذا بلا ما تفوريه بلا والو، تخدمي به قباله هاد لا مارك هادي مليحه ويسقى منك رخيص، هاد الكبير يسقى منك رخيص على داك هكذا. الجلجلان راكم تشوفوا فيه ماشي محمص، هذا ماشي داك البيض هذاك اللي نجيبو انا مولفه نجيب من الجزائر وما بقاليش بزاف من نفس القصه اللي استعملت هذا شريت هذا. ونحب نوريكم هاد السميد روعه روعه خير من الساشيات البيوطا، والشن هي انا ما لقيتش منه الخشين باسكو نخدم قلب اللوز بالخشين، لقيت متوسط باش كما راكم عارفين المقروط وكاع نخلطو. جبت هذا البيض في الخشين والاخر في المتوسط باش نميثك ليهم في زوج، بصح البيض والله ما مليح، هذاك الخضر هو اللي بيان فيه الخدمه، تقدري تخدمي به كل شيء روعه ولا لي صاب يدي هذا خير. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نكون نقصت معكم نص الكبير تاع. وكيما كاع العائله الجزائريه كما تعرفوا السحور بالطعام واللبن هكذا، كما كتشوفوا كيما حنا في الدار الدراري يشربوا اللبن وانا وراجلي نشربوا الرايب هكذا. وهنايا كما كتشوفوا خياتي اللحم تاعي كيفاش قسمته وجدته بعد ما نقيت الدجاج، غسلته بيان بيان بالملح والقارص تخي بيان، وقطرته مليح مليح، انا ما نحبش اللحم الدجاج كيبقى فيه داك الماء.
هكذا قسمتهم هكا في لي ساشي هادو اللي وريتهم لكم. هذا الباكي هذا فيه دو موديل، فيه هادو الصغار اللي استعملت انا فيهم هكذا كما كتشوفوا فيهم، وفيهم الاغلاق تاعهم محكم زين هايلين، وكاين كيما هما كبار، بورسات كبار كبار راهم للداخل اللي جوا في بوطه واحده ب 40 ويبي. ديروا كما كنتم تشوفوا، شوفوا انا لافيون داشي تاعي كيفاش حليتها، حلوها هكذا خير، بتجيكم سهله في الخدمه. الخدمه زعما تجيك في راسك تحبي ديري كفته ولا ديري تعمري ولا بهم، يكون مكونجلي تجبديها بالخبز دغيا ربع ساعه 20 دقيقه تدي كونجلي لك بيان، خير ما ديريها اون بول ومن بعد اون بول طول لك. وانا ما نحبش ندي كونجلي اللحم في الميكرووند. هكذا كما راكم تشوفوا، هذا اللحم تاع الشوربه. انا ما قلتلكمش قبيله كان باقي لي الملج، من بعد جاب لي راجلي الملج ندير نخلطو، باسكو الشوربه انا ندير فيها الغنمي والبقري، الغنمي يطلق البنه والبقري يتكل، باسكو الغنمي ما فيه ما يتكل معمر الشحم. وهنا كما نقولكم خياتي الدجاج، قلتلكم بعد ما قطرته مليح مليح درتو في الساشيات على حسب باش نقدر انايا دابا واش نستهلك واش راح نستهلك قسمتهم. وهنا قلت لكم يا اخي كنسالي اللحم والسواح تاع اللحم الحلو العينه والمشي بشا راح جابهم لي راجلي. هادو ماكش اللي ما يعرفهم، شوف في كل رمضان يحضروا هاد لا مارك مليحه، هادي انا استعملتها نستعملها بزاف مليحه، ما تنحلش كي طيبيها ما تكثرش مليحه. وهاو اللحم خياتي اللي وريت لكم، انا نحب نجيب الملج طري يجي طري في الطياب اللي فيه العظم، الملج تاع البقري اللي فيه العظم هكذا، وانا نديرهم في بوصات في ساشي كل واحد نحب ندير كل مقصو نديرو في ساشي هكذا كيما راكم تشوفو، باش كي نسحق نجبد كل مقصو في ساشي كي نسحق نجبد كل مقصو في ساشي، ماشي ندير كل مقصوات في ساشي وبالك انا نسحق غير مقصو باش نعشي جبدة واحد ندير كونجيات وانبوسيبل باش نعاود نطرد شي حاجة بكونجيات عاود في كونجيات عاود ترجع تكون هداك المرض ديري هكذا هي ما كيخسر والو على ساشي وعلى بوصة، بوصة ماشي حتستهلك معاك ساشي ماشي حتستهلك معاك. وهنا خياتي جبتكم اكبر كارثه صرات لي انا يا كما راكم عارفين الخدمه نخدم بقلاوه بزاف، حتى جيت عندي لا ماشين تاعي الاولى اللي نخدم بها البقلاوه اللي ولات ما تكفينيش هذه، زعما قالوا لي على هكذا الكتريك هذه الكتريك، انا قلت باسكو ديجا شايفه في يوتيوب شايفه تاع لاباتري في عندي بولونجي كيفاش يخدموا بها الرابيد كيفاش تخدم لاباتريكي الرابي هذيك تاع لاباتريكي، كي قالوا لي الكتريك هذوما قلت هذي تسهل عليا زعما الرابي تخدم تخدم بيها باسكو التليسيتي تخدم بيها فيها الموتور تاعها وكاع، كنت عندي كوموند وتكلت نخليها حتى الليل، راهي عندي لا ماشين هيك زعما حتى الليل نخدم لي بلا تاعي تاع المقلاوة نخدمهم لي بلا جابت معاهم زوج تاع الصبح باش كملتهم. باسكو علاش هاديك لي شعلتها هنايا في العصر بلاصيك لاباط تاعي بحال لي مسكنا فيها تهبط بلاصيك لاباط من الفوق الدور ثما ساعة ولا وهي طن 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 الدور ثمايا الدور في الفيد ثقيلة بزاف 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 باش كاع كيما يحكو عليها. هما قالو لي راسي دور تخدم وتسهل وتسهل لك، انا ملحقة كيش قريت فيها في دزاير، انا مشيتش من شي كاملة ما لقيتش قريت شفتها من امازون امازون بتذكر ما شفتهاش في حاجة جامي مش
الانفينيتي هنايا معروفه في اسبانيا، مديرين عليها بزاف زعما هاد التصاور هادو كاع لي شيف اللي طيبوا فيها. بصح انا شفت واحد لا بيبليسيتي دايرين عليهم بزاف، لي شيف هادو كاع دايرين عليهم، دايرين بيبليسيتي عليها هادو كاع زعما يطيبوا. ما نقدرش نحكم انايا غير من بيبليسيتي، حتى كي نجربها انايا ان شاء الله ونقول لكم لا ملاح ولا. هي المقله وين القدره وين تبان؟ تبان كي تقلي البصل، الا البصل طلق الماء تاعو وهي طلقت الماء اللهم بارك. بصح الا بدات تحرك تعرفيها من الاول مليحه ولا ماشي مليحه. هذه الصغير المويه ماشي الصغيره، كاينه واحده اخرى صغيره انا اللي جبتها، جبت هذه المويه غامقه هكا تاع شطيطها ولا نشوف واش دايره. شابه الشكل تاعها تهبل شابه، شوف الغطاء تاعها ثاني روعه، داخل زعما فيها نفسي تاعو باش تشوفي. هذا الشيف معروف يعني يدير مستر شيف تاع الدراري واللي يحبوا يموتوا عليه بالضبط. وشوفوا هنايا عندها شيرت كيلي الماء، وحنا عين كاين انسان كان بينا تحقها مش انا تحق تكون طيب مليح، هذا ما كان ما تكونش تلصق هذا ما كان. هي تبان ثقيله، شوفوا لا تاعها من تحت القاع تبان ثقيله مليحه. انا داير لك زعما وين طيبون البلايص اللي طيبي فيهم لا بلاك ولا النار ولا طيب بارتو، حتى الكوشه تقدري تدخليها في الفران، تقدري تدخليها بلا الغطا بيان سور تجي طرطق. شوف فيها متحوفه زين، كاينه صغيره عليها زعما تاع اللحم الحلوله. بصح انا عندي هذه حقير، هذه برك هذه، وهذه تاع الدولماتين عندي واحده اخرى بصح ماشي عريضه بزاف، ممكن بالك تشوفوها عندي ماهيش عريضه بزاف كيما هذه. هذه مليحه للدولما بيان كبيره و... وعريضه. شوف الشكل تاعهم جا فني هب. شوف زعما دايرين لي بيبليسيتي هما زعما الحاجه باش تمشي. دوك انتي كتشوفي داك الشيف باسكو هاد لي شيف طيابهم روعه، كي تشوفي هاد الشيف بلي يستعملها انتي وحدك تروحي تشريها دوناتور تروحي تشريها. انا اللي سفاني سفاني عليهم الغطاء تاعهم شباب، الغطاء تاعهم الديكور تاعهم روعه روعه، ان شاء الله يكون طيابهم كيما ديكورهم. شوفوا هذه العريضه اللي قلت لكم عليها، عريضه عريضه وبلاطي ها دولما. انا المشكل هنايا عندنا كوزينه تاعنا هنايا صغار، الماعن زعما قد ما تشري ما كاش وين ديري الماعن. جاي كوزينه كاش نوريكم كوزينتي، كوزينتي شغل كولوار والوقت طابله، وما عنديش طابله بالكراسه حنا ما عندناش هنايا. هنا ما تصيبيش كوزينات كبار باسكو هما المراه السبنيوليه البلاصه الوقت القليل 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 اللي تقعد فيه الكوزينه، زعما ما يستعملوش كوزينه بزاف كيما العكس تاعنا حنايا. حنا النساء العربيات البلوبار دي طون اللي نقعدوا حنايا هو الكوزينه، الكوزينه اللي نقعدوا فيها بزاف. صافي صغيره بزاف ما كاش وين ندير المعنات. هنايا وهنايا ثاني مع العشيه جاب لي ثاني لا كوكوط مينوت، انا نسحق لا كوكوط مينوت على جال العسل نطيب فيها على جال الخدمه نسحق بزاف وسحق الكبيره. انا جايبه تاع 12 شريت لها الكبيره كاع، عندي وحده بصح ولات ما تكفينيش هذيك، نطيب فيها ثاني العسل ولات ما تكفينيش صافي زدت شريت هذه. انا شريت هذه علاش ما شريتش الاخرين هذوك الجدد؟ هذوك ديجا تجي صغار، هذوك غير الماكله طيبي فيهم ماكله، وانا كيما قلت لكم ما نسحقش على جال الماكله. ماشي صح نطيب فيها الماكله بصح ماشي زعما بزاف بزاف نطيب فيها الماكله. انا الدجاج ما نديرش في لاكوكوت مين غير اللحم برك، اللحم كيكون دي مغصو على جال مرقه ولا شوربه ما نديرهاش في لاكوكوت مين، نديرها في الفخار طيب وحدها. هذه صافي جبتها كبيره انايا بوكو بلوس على جال العسل، طيب لي ومساعدتني بزاف بزاف. هكذاني نوريكم ان شاء الله خياتي يكون نفعكم هذا لي فيديو، ان شاء الله ان شاء الله تكونوا ديتو فكره تكونوا ديتو تدبيره ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كيما رانا هنايا نساعدوا مع بعضنا ان شاء الله، انا نفيدكم وانتم تفيدوني ان شاء الله. يعطيكم الصحه وميرسي ميرسي، وما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاجيو الفيديو مع كاع الاحباب والاصحاب ان شاء الله. وانا نزيد ان شاء الله بكل قوه اي حاجه نعرفها اي حاجه نجربها انا وتنفعني ان شاء الله نشارك خياتي معها بادق التفاصيل ان شاء الله. رمضانكم مبارك وربي يحفظكم ان شاء الله وتبقوا على خير. ميرسي.